أنتقل لمجال آخر وأيضا مجال مهم ومجال بيصب في الاقتصاد أيضا. التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وعدد من نواب ومساعدي الوزير، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 من سبتمبر من كل عام. أكد مدبولي خلال اللقاء أهمية قطاع السياحة في ضوء الجهود التي تقوم بها الحكومة حاليا لتوفير كل سبل دفع هذا القطاع، والذي يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري. خلال اللقاء استعرض وزير السياحة والآثار الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل دعم السياحة والعمل على تنشيطها خلال الفترة المقبلة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة، وتأكيد على تنافسية القطاع، ولا سيما في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، مؤكدا أنه يجري العمل على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية. تطرق اللقاء لأهمية ملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وخاصة طلاب المدارس والشباب، وذلك في ضوء الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. أنا عايزة أقول حاجة مهمة، معرفش حضرتك تتفق معايا فيها ولا لا. دلوقتي في حملة ترويجية للسياحة في مصر، أنا أعتقد أن زي ما في حملة ترويجية عالمية للسياحة في مصر، محتاجين حملة داخلية للمواطن وللشباب وللعاملين. أنا أتعامل مع السائح إزاي؟ طبعا طبعا هي دي المشكلة طبعا. إحنا مشكلتنا إحنا بلدنا حلوة وبلدنا جميلة وفيها أنواع من السياحة بأكتر من مجال، يعني ثقافية، صحية، شاطئية، مؤتمرات. أنا عندي مشكلة هنا التعامل مع السائح. وأنا متفق تماما مع حضرتك، لأنه الحقيقة ده جزء ومكون مهم جدا من أي دولة عايزة تبقى دولة سياحية، وإحنا دولة سياحية عريقة، وبالتالي عيب جدا إن إحنا يبقى عندنا هذا الثراء السياحي زي ما حضرتك أشرتي في كل المجالات، سياحة دينية، سياحة مؤتمرات، سياحة شاطئية، سياحة ثقافية، سياحة حفلات، بقى عندنا حاجات كتيرة جدا وروافد سياحية كثيرة جدا نقدر نروجها ونسوقها في العالم. لكن تعالي النهاردة ممكن السائح يصطدم بواحد بينصب عليه، سواق تاكسي بيتعامل معاه بشكل مش لائق، بينزل للشارع بيتعرض لبعض المضايقات، ده ممكن يفسد حملات بتتكلف ملايين الدولارات. ممكن واحد للأسف الشديد يتعامل مع سائح بشكل خاطئ، يتم التقاط هذه الصورة أو هذا الفيديو ويتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، يؤثر ويدمر تأثير لحملات ترويجية كبيرة بنستثمر فيها. أنا أتصور أن السياحة المصرية زي ما عانت على مدى السنوات الطويلة الماضية بسبب أحداث واضطرابات سياسية وفي الإقليم وأزمة كورونا وغيرها، أمامها أيضا فرصة ذهبية في الشتاء المقبل لتعويض كثير من خسائرها. النهاردة بنتكلم على أن أوروبا بتواجه أزمة طاقة، أوروبا بتواجه أزمة معيشية ضخمة، كثير من السائحين الأوروبيين إذا ما أحسننا الترويج وإذا ما أحسننا استهداف هؤلاء السائحين نستطيع اكتزابهم لمصر وقضاء فصل الشتاء في مصر، وبالتالي الاستمتاع بالأجواء الدافئة في مصر والتغلب على الأزمات، أزمات الطاقة المتوقعة في أوروبا. لكن ده مش هيحصل إلا لما يبقى في جهد حكومي واضح من خلال وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وتعامل مع الصناع السياحة والقطاع السياحي نوفروا هذه الفرص، وأيضا مع المواطن اللي هيتعامل في الشارع، اللي هيتعامل في التاكسي، اللي هيتعامل في مترو الأنفاق، اللي هيبقى ماشي جنب السائح في الشارع حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. احنا علينا دور مجتمعي مهم جدا ان احنا نجتذب السائحين. احنا بنشوف دول كتيرة جدا ممكن يكون اقتصادها كله قايم على السياحة، كل مواطن عارف ان ليه دور في التعامل مع السياحة في الترويج على سياحة بلده. احنا محتاجين نغير ثقافة ويبقى عندنا فعلا وعي اثري ووعي سياحي. احنا محتاجين ان يبقى عندنا الطالب اللي في المرحلة الابتدائية بيزور المتاحف وبيزور المناطق السياحية ويعرف ازاي يتعامل مع الاثر، لان ده بيدي انطباع للسائح ازاي الشعب ده بيقدر تاريخه وبيقدر ماضيه. هي انا اتبسطت جدا امبارح لما شفت الصورة اللي قدام المتحف المصري. عظيمة عظيمة. شفت
طوابير كلهم مصريين. جميل. وبالمناسبه دي صوره مهمه، احنا لو ما استمتعناش وما حبيناش واقبلنا على المرافق السياحيه والمرافق الاثريه في بلدنا، السائح مش هيجي. احنا النهارده بنشوف في ناس كتيره جدا خارج مصر بتعرف عن تاريخ مصر اكتر من ولادها، ده لا يليق ولا يصح. احنا محتاجين زي ما حضرتك اشرت وزاره التربيه والتعليم، دايما البدايه الصحيحه هي التعليم. تعليم، لازم نرجع الرحلات القديمه اللي كنا طول السنه بنروح الهرم وبنروح المناطق السياحيه وبنزور المتاحف. احنا عندنا ثروه متحفيه في مصر مش موجوده في دوله في العالم. احنا عندنا متاحف في كل المجالات، في منها متاحف مهجوره ما حدش بيروحها. ليه ما ترجعش المدارس تنظم رحلات مره ثانيه للمتاحف على مدار العام الدراسي؟ كل شهر تطلع رحله لمتحف، كل شهر تطلع رحله لمنطقه سياحيه. احنا بكده بنزود الوعي الاثري، بنعلم ولادنا ازاي يتعاملوا مع السائحين، وبنكسبهم كمان احترام لتاريخهم وماضيهم.